اللي يخدموا اليوم في تونس في شركات ومؤسسات لكن لا تغطية اجتماعية لا سي ان اس اس ولا ضمان ولا اسيرونس، كيفاش يرى مستقبله ومن دون تقاعد اليوم ينجم يعيش وغدوة كيفاش؟ والله مستقبل بالنسبة لذوما وبالنسبة لي أنا معاهم فهمتني، خاطر أنا نخدم في قهوة ولا صابين لا سي ان اس اس لا حد شيء، معناها عندي زوج صغار فهمتني، مستقبل ظلمة، مستقبلك أنت سيء مشي فات، أما مستقبل صغارك تتهبل في مخك تبدا تخمم شنو مستقبل صغارك نهار آخر فهمتني، لجور واحد كبر ومشي العمر وكل ما شيء والمنقاش لا تغطية اجتماعية ولا لقى لسين اساس لصغار ولا لقى حق مكتبه ولا حق مش باش يلقى حتى شيء لصغار وباش يضيعوا اوتوماتيكمون. ان شاء الله ربي يقدر الخير في البلد هذه يوضحوا لنا امورنا، الشعب تايه شعب ضايع على خاطر الظروف حكمت باش يخدم، خاطر كمل زز هو كان جاي كان جاي لاقي هو ما خير راه مشي، معناها ما فماش شوا فهمت علاش، معناها كي تمشي تخدم انت في تونس اي خدمه معناها نقولوا نحن خدمه عاديه يلزمك ترضى باللي فما فهمت، معناها هذيك هي تونس كو. ما عندناش هيك نحن باش تمشي تخدم انت في شركه باش يخلص عليك هو معناها كارني سبيتار ولا يعطيك حقك ولا ما فماش، يلزمك ترضى ديجا عباد بشايد وقاعده فهمت خويا، هذيك المشكله في تونس. يعني يرضى انه يخدم يرضى في الظرف يعني. هذا في الظروف هذه لانه ما فماش بديل؟ ما فماش بديل، هذيك المشكله وين صحيح، ما فماش لي شوا في تونس، معناها يلزمو يخدم كو. الفقر احتياج يلزمو كاكا فهمتي وحدات فهمتي، وبعض القهاوي مكثر القهاوي يعني تعطيك 70% قهاوي فهمتي يخدموا فهمتي تحت حيط فهمتي بدون ضمانات وبدون وحدات، يقعد حتى 10 سنين 12 سنه فرد القهوه فهمتي، وتلقاه شهرته ضعيفه وكل شيء، تلقاه شهرته فهمتي نتاع سمن في وقت تو في يعني في القرن فهمتي كذا، تلقاه ياخذ مثال في 400 دينار كاري منهم فهمتي 250 دينار فهمت، قلت لي 150 دينار زدنا حلي الضو الماء ونحلي الترونسبور نتاعو واش بقالي؟ يلقى روحو ناقص سي موسى، خاطر فما عندنا نوع من الاستغلال في تونس فهمتني، يستغلوك وما تنجمش معناها ما عندك ما تعمل فهمت، حاجتين تخدم ولا فما غيرك مستحق يخدم فهمتني، اذا كان انت تقول مثلا ها فما عندنا البطاله مثلا انا بيتزايولو، انا بيتزايولو نخدم بيتزا ومقلوب، ساعات نخدم في وتلا ساعات نخدم في قطاع خاص مثلا بيتزاريات سنتر في المرسى راك العوينه كل مره في بلاصه فهمتني، مش كيف مثلا في الوتيل تلقى تاخو مثلا حقك تاخو حقك مثلا في الحاجه الحكوميه فهمتني الحاجه القانونيه، مثلا في قطاع خاص مثلا ما يعتمي حقك ما تاخذوش. نتصور خاطر الخواص يعطيو اكثر فلوس، معناها يعني يعطيو على حسب المؤهلات وعلى حسب الافور والخدمه اللي يخدموا فيها، في اللي تاتيك ما عندكش كما يقولوها مستقبل، معناها في بلاصتك في جي ما تحركش فماش ترقيه فما حتى شيء، معناها يقولوا هما رزق البليك فهمت، في الخواص عندك الفرصه انك تثبت جدارتك تثبت كفاءتك تثبت وجودك تثبت قدراتك فهمت، دونك الخواص يعطي على حسب يعني يخلص على حسب القدرات وحسب المؤهلات اللي عند الشخص. لكن ثم عمال مثلا كيما عمال المقاهي عمال المطاعم الحراسه يخدموا باكثر وقت وباقل اجر وبدون تغطيه، ما السبب اللي يخليهم يخدموا هكا؟ هل الغلطة منه هو وافق على الوضع هذا أو من العرف اللي استغلوا أو من عدم الرقابة من الدولة؟ هو شوف الدولة في هذه نقول عندها الحق وما عندهاش الحق، خاطر اليوم قالت الدولة ما عادش عنا ما خدموك ما عادش نجمو نخدموكم داكوردو، دونك هو ملزوز أنه يخدم عند خواص بأكثر وقت وأقل سوم، سينو ما عندوش حل آخر. الاحتياج بالضبط، هذه من ناحيه، من ناحيه ثانيه الخبره، خاطر عند الخواص تكسب خبره فهمت، قهوه ولا غيرها ولا كيما كنت تحكي انت في الـ في الـ في النطاق هذايا يكسب خبره، غدو ينجم يعمل هو المشروع هذاك اللي خذا فيه خبره كبيره فهمت هذا هو. يعني تقول انت يرضى بالوضع هذاك ياخذ خبره ومن بعد ينتصب للحساب الخاص؟ بالضبط، خاطر توا الدولة ما تصورش كان عندها قهاوي ولا عندها مطاعم ولا حاجة كيما هكا فهمتني، فهو يضطر يخدم على الخواص ويخدم أكثر وقت بأقل فلوس لكن يكسب خبرة
10 سنين 15 سنه 10 سنين خبره ينجم يعمل بعد مطعم لحسابه الخاص، دونك بالطبيعه يكون عنده خبره. هل العمل نتاعو بالاجر الزهيد يوفر له بعد باش يحل مشروع يتكلف مئات الملايين او عشرات الملايين، وهو كان عامل بسيط باجر بسيط كان يصرف فيه في مشي وجاي وفطور ودخان ومصاريفه الخاص؟ هذيك تدخل في المقدرة المادية للشخص نفسه، ينجم يكون عنده ورثة، ينجم يكون ربح برمسبور، ينجم يكون الله أعلم، أنا ربك رزاق متعرفش. علاش برشا في تونس شركات ومؤسسات تخدم عدد هائل من العمال لكن بدون أي تغطية؟ هل هذا متسبب فيه غياب الرقابة؟ أكيد ما فهمش رقابة، هما الرقابة يلزمهم رقابة ساعة، فهمتني؟ خطر الرقابة بيدها يلزمها رقابة، خطر الكل عرفت حوت يأكل من حوت، حوت يأكل من حوت، البلاد هذية كبير يأكل من الصغير لين توصل للزوالي بالضبط. ما فهمش مستقبل واضح جملة في تونس، ما فهمش. شنو اللي يلز الشاب التونسي أو المواطن التونسي أنه يخدم بهذه الطريقة بدون أي ضمان؟ شنو اللي يخليه يوافق؟ خبز، قوت اليوم خبز. وإلا ما فهمش بديل؟ خبز ما فماش بديل، خبز وكوش وحليب وصغار، ولازمك تخدم ولا باش ما تخدمش باش تعمل، باش تسرق تفك تمشي للحبس فاسيلمون، فهمت؟ يلزمك تخدم وتحملها وتسكت وتاكلها كيما نقولوا بالغصه كيك، فهمتني؟ وان شاء الله غدوه خير كيما قلت لك. الدوله غايبه في الامور هذه، نورمالمون الدوله هي اللي تكون هي مسيطره على الامور هذه، مثلا كيما نقولوا كيبدا واحد عنده سوسيتي ولا عنده قهوه ولا عنده حاجه، يلزم الدوله تفرض عليه يخدم الانسان كما يبدا يكون خلص، معناها يكون معناها عنده تغطيه اجتماعيه. سينو ما يخليوش معناه باش يحلوا لوكال باش يخدموا، ولا فهمت؟ معناه الدوله غايبه، هذيك المشكله نتاع تونس، هذيك مشكلتنا. يعني الغلطه مش من العارف من الدوله. دوله صحيت، معناه دوله قويه كاو، دوله ضعيفه. انا اقضي شهرك واخدم على روحك وكاو، طفي الضوء واخدم على روحك. ثم اللي يقول لك ما يسالش نشد ايدي انا هكا حتى نلقى مخير، لكن يتعدى به الوقت وما يفيقش. كيما انا تو واحد من الناس نخدم معناها في مارشي، عندي ناس ما بتاخذ، لاني عندي تغطيه اجتماعيه، نورمالمون نخدم وحدي، نورمالمون نعمل تغطيه اجتماعيه ونصب على روحي، لكن مسيب المية على البطيخ، انا عايشين وكاو، هذيك المشكله في تونس. البناي، الدهان، النجار، الحداد، الستافور، شنو هو مصيره؟ مصيره نهار اخر كي يكبر يتعب، كي يجي نهار في العمر معين يوصل لك 60 عام ولا 65 عام، يلقى روحه ما غير تريت ما غير حتى شيء، هذاك هو اللي يتعب. فما عباد او عرفات يختار يخدموا ناس كبار في السن لانهم خرجوا من قانون التغطيه الاجتماعيه والضمان الاجتماعي، يعني مفتعله الحكايه. الامور عسه، لا مش الكل، مش اللي خدم الكل، فما خدمه كيما نقولوا يلزمها دي جون باش يخدموها، مش معناها يلزمها رجل كبير، اما ممكن في عسه في حاجه هكا يخدم رجل كبير، معناها بحكم هكا هو تلقاه كيما نقولوا عنده شهريه وريتريتيه، فهمت؟ انا يعطيه بالله مش يعطيه مش يرضى وديجا هو مش يربح الحكايه نتاع سي ناس والحكايه هذيك. وهذيك تونس يا ودي دولة تعبة ياسر والله. يعني يوم من سوسة ونجيت لهنا نعم في دورة ورافي ياسر تعب رجولي والله العباد تعب ولا بالحق. سيرتو تونس العاصمة تو بون، فما ولايات أخرين ممكن أبرك شوية، فهمت؟ حتى في أمور ترونسبور معناها تضرب ساعة باش تركب وتضرب، وربي مع التوانسة. نخدم بالليل، نخدم بالليل ناخذ عندي في 390 دينار. 390 دينار من غير صبان من غير ضمانات؟ صبان لا صبان كل شيء، أموري مريق. يصب عليك يعني قديمه معاه تاخذ 406000 على ثمن تاخذها. عندك زملاء يخدموا من غير صبان؟ لا، بالنسبه ثم بعض القهاوي يخدموا بلا صبان، فهمتي؟ وثم الشركات فهمتي بالصبان ما غير حتى ما ياخذ فلوس ويخدم معناها هذاك هو وقته، فهمتني؟ يخدم مثلا 8 ل 5 من 8 ل 4 فهمتني، ولا مثلا يتفاهموا مولا المحل مثلا يخدم هو مثلا يقول له باش يخدم معاك وقت السيرفيس بالضبط مثلا 4 سوايع 5 سوايع وياخذ نتاعو. اما اكثر عباد مساكن احنا مثلا احنا كل عنده صنعه مثلا كل عنده صنعه في دي بيتزاير ولا اي صنعه فهمتني، يتسمى مدبرها، يتسمى مثلا خير ما كل ما عنده صنعه مسكين اللي يخدم بلونجير اكل يغسل وينظف اكل يغسل وينظف ويخدم في كل شيء، هذاك يتعب اكثر منا وياخذ اقل منا فلوس كلمه الحقره، فهمتني؟ احنا نفقوا عليهم بالصنعه كهو، فهمتني؟ اما هما مساكن، هما عرفت ما كان جايين من كل بلاصه من كل الولايات، فهمتني؟ من كل الولايات فهمتني، عبيد وهني معناها العروفات ما تراعيش، يقول لك جاي من بعيد، جاي من صفاقس، من قروين، من قفصه، من تطاوين، من سيدي بوزيد، ما يراعيش مثلا،
ياسر 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 لا ياسر مت ياسر عرفات متهمجة وياسر دولة ما عندناش دولة احنا في تونس صفر لعب العباد صفر والناس الكل صفر ومليش من المنظف المدير نتاعهم كلها مسفور بالنسبه لي شفتها من المنظف اللي ينظف في تونس في الشوارع حتى كش ذاك المدير على واحد ذاكم كلهم بالنسبه لي صفر صفوره الكل